مرحبا، ويلكم باك تو ماي شانل بفيديو جديد. هلو بيوتيز، هلو كيوتيز، شو الاخبار؟ كيف الصحه؟ كيف الحال؟ طمنوني عليكم، ياك تكونوا باحسن الاحوال. فيديو اليوم هو فلوج باقا، انا بعدني صاحيه من النوم، عيوني بعدهم منتفخين، حاطه نتوفيت كونسيلر اللي داري الزرق يلي تحت عيوني وشويه بلاش اللي نعطي حياه لوشي وبلاش. وفيديو اليوم اللي تطلعكم معي باقا، لانه ما بطلع من البيت ابدا. فانا نازله هلا على مول اسمه باي بروك، تقريبا شي 10 دقائق، ما قليش على الاصوات، والاصوات يلي دايما بقول لكم اياها لما بكون عم صور، فهي من هيدي الطريقه السيارات رايحه وجايه. اليوم احد، فاي ثينك القصه هاديه على غير العاده. الحراره، في حراره، الرطوبه، في رطوبه، فهيا بينا. وانا هلا رايحه بالطريق ومنزله الفويس على الفيديو، فبدي اقول كذا نقطه وانا عم بعمل المونتاج. اول شيء بعتذر على الكواليتي تبع الصوت، كنت نازله على المول على اساس انه ابرم، بس طول الوقت اخذته بالسفوره، فهيدا الفيديو تبع السفوره لوحدها والاشياء الجديده، فبعتذر عن الكواليتي ولا جوده الصوت، لانه الناس صوتها كان كتير عالي وكان في ميوزك، وبيناتنا كنت سألت رح شيل صوتي اللي مسجلاه ونزل صوتي هيك، يعني تسجيل صوتي يكون هادي. بس بعد هيك لما تفرجت على الفيديو قلت لا، الصوت بخليه، لانه كنت قايلة معلومات ما رح اتذكر يعني اقولها كتسجيلا. بس بذات الوقت بدي اسألكم للفيديوهات المستقبلية، بدكم يعني لما اطلع سجل صوتي، لانه في كتير بنات يعني بالفيديوهات السابقة بتقلي بليز ايه بدنا نسمع صوتك، ولا بدكم انه صور وحط بس الميوزك، او صور وحط الصوت مثل ما عم بعمل هلا؟ فبعتذر اول شيء، وبليز اكتبوا لي تحت بالتعليقات. بدي اقول معلومه صغيره، هون بتكساس يعني بهيوستن شالوا الماسكات، هي على حسب الاختيار الشخصي. فلما المره اللي فاتت جيت كانوا بعدهم الناس عم بيلبسوا، هون هلا بكلوا بال مولات بالمطاعم بالكافي شوبس everywhere شايلين هون، الا للناس طبعا اللي حابين يلبسوا هون. انا بجيب معي الماسك بس في منطقه او مثلا هون القصه مفتوحه I don't wear it، بس لما بفوت مثلا على شوب الى اخره لا بفضل انه احط الماسك مع انه اخذ الفاكسين ومن زمان. اول ما فتت ضربت مناخيري ريحة القرفة من سينابون، يا الله يا الله، هيدي يعني the shop بيذكرني بأم ماجد، لأنه هي اللي introduced me لإله، من وراها أكلتها ومن وراها حبيتها، خصوصا هاي اللي فيها البيكن كتير 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 طيبة، كل ما بشمها وكل ما باكلها بصح ذاك الأيام الحلوة اللي كنت فيها مع أم ماجد، وبقول لها أنا كتير مشتاقة. في محلات بعدهم معتمدين كم شخص جوات المحل، فبيعملوا الكيو مثل هلا الفيكتوريا سيكريت. أنا رح نط على السيفورا نشوف شو اللي موجود، شو اللي جديد إلى آخره. كتير اشتقت له، كتير اشتقت لسيفورا دبي، كتير كتير كتير. قبل ما نط هلا فهمت ليش اللاين موجودة هون، لأنه عاملين خصام the biggest sale of the year 50%، وفي بينك بانتيز $5 وwear everywhere bras ب $20. أنا هلا فهمت ليش الناس فوق بعضها جوا. هيدا الشخص أختي بتتابعه، apparently he's a YouTuber، واللي سمعته مؤخرا انه عمل ولا فتح براند لإله. Congratulations big big time، كثير هيك بفرح انا للناس اللي بتفتح البراندز تبعها، سواء سكين كير ولا ميك اب ولا، بس in one condition يكونوا ولا تكون البضاعه والحامي منيحه. انا المره اللي فاتت لما جيت على السيفورا كانوا قافلين كل التسترز، فأبارنتلي فتحوهم. ياي ايه فتحوا، قلنا هيك شايلين كل البلاستيكس. وهلا بس صدفة لقيت حالي قدام ميك اب باي ماريو، يعني ما بيعرفوا هيدا هو ماريو، وكان الميك اب ارتست تبع كيم كارداشيان لعشرات،
سنين ومؤخرا يعني السنة اللي فاتت افتتح البراند تبعه. واو I'm super excited. فريش عاملين 25% off. My favorite brand. Oh my god. هذه اللي انا حاطاها اليوم تبع الكراميل. بجنين. بدي اجرب هون. بدي اجرب الباشن فروت. منيح انه جيت عن جد. ما فيكم تتخيلوا. خليني اقول لكم الكاميرا. ما فيكم تتخيلوا قد ايه انا فرحانة وسعيدة وسمايل لهون عيوني منفوخين. كثير فرحانة لانه فتحوا تيسترز بالسفورة ففيني اجرب على رياحتي. بس طبعا انا احرق الحذر. هون I think بعد هذا كات فاندي مش النسيت الجديدة. Hey definitely thank you so very much so kind. بعدها الكات فاندي يعني ولا لا معليش تصحيح هلا الفيجن بيوتي انا فكرتون الميك اب القديم يعني بعده موجودة على اسم صاحبة البراند القديمة يلي صرحت مؤخرا انه ما إلها علاقة نهائي بالبراند. بس عم بستغرب انه هاو كان ما إلها علاقة. الباكجينج بعده مثل ما هو. شفتوا كيف هاي هون الكات فوندي بعده الرسومات مثل ما هني الا مثلا هاي اللي بتلاقوها على ابيض. مني متأكدة اذا راح ولا مستنين انه يخلصوا من كل القطع القديمة لحتى نلاقوا قطع جديدة. I really don't know. زائد رح احكي على هاي الباودر لانه عم جربها مؤخرا اللي عملت ضجة كتير وكبيرة بالاسواق هي هاي الجديدة The Good Apple Skin Perfecting Foundation Balm اللي مثل اسمها عاملة مثل البالم يعني it's a creamy foundation. أحب البراندات إلى قلبي. ناتاشا دينونا يا الله يا الله يا الله باليتات تبعها قدي حلوين. هون الميني آي شادوز الميني ريترو الميني ساع الميني جلام الميني نيود الميني زانجو. في عندها غير هون هيدول بيجننوا وإن شاء الله رح أحكي على كم وحدة قريبا جدا جدا جدا. هيدي هي الجلام باليت اللي كنت ناطرها لتنزل وكان بدي أخدها بس ما أخدتها. كمان رح نحكي عليها ليش الايديشن الجديدة ولا الباليت الجديدة اللي نزلت بالأسواق صارت كل شهر وكل شهرين ولا كل كم شهر عم تنزل باليتات جديدة ما عم لحق بقى. هي الزندو باليت هي كان عندها الصغير فنزلت يعني الصغيرة هاي وعملت ضجة لأنه كتير حلوة. $25 فمؤخرا أعتقد بأقل من الشهر نزلت The Big Edition. يا شكلها كتير بجنن خصوصا هيدول خامات تبع الاي شادوز والبراند رهيبين. عندي الجولد عندي البيبا ما عندي البرونز وما عندي الجلام زائد يلي تحت دايما هاي 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 اللي كنت عم دور عليه انا بالامارات وما كان كان دايما اوت اوف ستوك ولا ما كان نزل عفوا كانت نزلتها بفبراير يعني شهر 2 بالفالنتاين وللاسف ما تنزلت. يا الله يا الله يا الله من اللون بجنن. طبعا نزلت حتى هذا ميني لوف فعلا كتير حلوين. كانت نزلت حمرات 2 ولا 3 يعني ليميتد اديشن وغلوس هدول كلياتهم ان شاء الله راح احكي عليهم قريبا جدا. الفنتي بيوتي بالبلاشز الكريميه بالكونتور الكريمي هدول كلياتهم ان شاء الله راح احكي عليهم قريبا بالقناه. زائد الميك اب فور بادي ولا بادي سوس بيسموه للجسم زائد كل هدول البوديز. على فكرة بس ملاحظة صغيرة بدي أوضحها والفونديشن البروفيلتر الباودر يا جماعة أنا ما ضحكت على حدا بليز بدنا نراعي أنه أنا القناة فتحها من الأساس لحتى أعمل ريفيو على الميك اب يلي بيشوفها المسألة بورين والفاشن ولا is not interested. والله العظيم أنا ما ضربت يعني على إيد حدا وعم بعمل مواضيع اللي أنا عم شوف راح أفرح فيها ولا راح أبدع فيها نوعا ما. أوه هذا جديد فما حدا يزعل إنه المواضيع تافهة. حكينا على الصابون كتير ناس ما بيحب الموضوع ما بتحب الموضوع. حكينا على الميك اب كمان بنحكي عن التفاهة يا جماعة اللي بده يدرس يفوت يدرس ولا يفوت على مدرسة يدرس فيها عم بقولها بالضحك وباللعب.
يلا نكفي الجولة. واو الالوان تبع البيوتي بلندر كفي على اخر وحده على اثنين كاني كانوا دائم لام والواو الله اعلم بس بيفرحوني هيك الوان فايبرنت ونيونز. الكلينيك نزل منتجات جديده واكيد غيروا حتى الفورمولا تبع الفونديشنز ما عم شوف الفونديشنز القدام نزلوا هاي اوكي نزلوا هيدا ني دونت كول ات ميك اب ات سكين على الباودر البلاشز تبعهم حلوين جدا it was 20 and now it's 10 oh okay هيدا هيدا كان قديم هيدا كان قديم الباودر كانت قديمة هيدي الميلة كلياتها للشعر الصبية اللي سألتني على ريفيو لكيراستاس ان شاء الله رح اعمله قريبا لانه كنت عم بستعمله تقريبا 10 سنين ولا 12 سنة هو ولوريال اكسبرت ان شاء الله قريبا جدا رح اعمل ريفيو عليه هون يا الله يا الله يا الله كل هدول تبع فريش اللي براند من البراندات اللي بعشقها عشق عشق ابدي وازلي جربت الشوغر ثيرابي تبعهم كتير حلو بس بيدوب بسرعه فبدكم تديروا بالكم اذا الشيء عندكم سخان كنت بالاول جبت الامبيون كلي هيدا الماسك الصغير قد ما عجبني رجعت جبت الكبير ولحد هالدقيقه مضاين معي شو كمان جربت اللوترز الكريم تبع الليل الفيكتا الفيتامين نكتار بجنن هيدا الكريم استعملت البلاك تي تبع العيون شو كمان عندي واحد صغير الماسك الفيتامين نكتار الماسك صغير جدا بدي جربه السبراي فيتامين نكتار كمان حلو الفوق مينيمايزر اللوشن كتير حلوين كتير 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 هيدي البراند كتير بعشقها وصل هلا 25% كمان من احب البراندات الى قلبي الجلام جلو كنت بستعملها من زمان اول ولا قبل حتى ما تنزل على سيفورا كنت عم بطلبها اونلاين بتجنن اي نعم it is pricey وانما it is phenomenal خصوصا غسول الوش هلا خيروا كل الباكجين هيدا الماسك بجنن نفس الماسك على ابيض واو يلي هو هاي السوبر مان بجنن كتير 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 بحبون يعني الماسكات وغواسيل الوش الميلي الثاني يعني انه كل الستاند ابيرنتلي تبع فريش كنت مجربه هيدا ذا روز ديب هايدريتين فيشل تونر حلو 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 بحس بالفرحة من هيدي البراند الصوي فيس كلينزر يلي كتير 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 مشهور بس للأسف أنا ما يعني ما رح أقول ما حبيته but it's an okay face cleanser يعني مش هالواو بعكس مثلا هيدا the sugar strawberry face wash exfoliating بيجنن وكتير مش شوي كمان هيدي البلاك تي والكمبوتشا اي ثينك الايسنس وهلا كانوا منزلين من كم شهر الكلينزر نو ووتر كلينزر بيجننوا من البراندات اللي حابه اجربها على الاخر هي الجلو ريسيبي صار لي من سنه يلي فاتت وانا بفوت لعندهم بنقي الغراض والايتمز وبحطهم بالتشيك اوت وبوقف والله العظيم من السنه يلي فاتت ما بعرف ليه اول شيء يمكن لانه تخميت بيبان هيدي الكونتينر بيبانوا كتير كبار بالصور بس لما شفت فيديوهات انصدمت قديه the very teeny tiny كتير كتير صغار والسعر منه رخيص يعني مقارنة بالحجم بعدني عم بتشاور مع حالي يعني مثلا هيدا البانانا سوفلي الأفوكادو نفس الشيء سواء تبع تحت العيون والوش كلياته زائد الماسك الووتر ميلون سليبين ماسك والووتر ميلون جلو سليبين ماسك كتير حابة جربهم يلي مجربون بليز كتبولنا تحت بالتعليقات إنه يعني بشتريهم وبدفع فلوسي وجربهم ولا خلاص بنسى الموضوع بقلب في عندهم The Ordinary وهلا بتذكرت انا مصوره فيديو تقريبا كم اسبوع ثلاث اربع اسابيع عم بحكي عليهم هي منتجات بالزباله
وحكيت على كم منتج من عندهم للأسف، واللي بعد ما شاف فيديو ريفيو تبع ويشفول أنا حطيته بالقناة. الله يستر. شو كمان؟ ران درانك إليفنت، وصلت البراند للإمارات من كم شهر وكانت عاملة ضجة كتير كبيرة، نفس الشيء مثل الجلو ريسيبي. مني كتير متحمسة لأنه غالي بشكل فظيع، وما بعرف كي نائزة، هو إحساس مش أكتر، يمكن أنا غلطانة. كمان يلي مجرب الدرانك إليفنت بليز اكتبوا لنا تحت بالتعليقات. هذه الميلة فيها الكلينيك، الميلة الثانية فيها سيفورا سكين كير، كتير عجبني الديسبلاي، مرتب وحلو وكل شغلة بشغلتها، كل باسكات كلا وحدهم، كتير عجبني الديسبلاي صراحة، أحسن من الديسبلايات العاديين. يعني يجولي سيفورا بيكون عندهم ستاند لوحده، بس عجبني هون، عجبني وعلى الآخر من البراندات اللي بعشقها. وكمان صار من السنة اللي قبل اللي فاتت بفوت على الويب سايت بحط المنتجات بالباسكت وبخليهم، هي تاتشا كتير شكلها حلو. أي نعم الأسعار فلكية بغباء، وإنما هلا كأنه عم بيعملوا الفرزيات، بس هاي ما بعرف ليه حساها حلوة، هو إحساس. خصوصا بدي جرب الفايلت ماسك، كتير حاب هاي الفايلت سي ماسك، كتير كتير كتير. الولاد عم بيصارفون. يلي مجرب هون كمان اكتب لي تحت بالتعليقات بليز. المينيز هون احسن من المينيز اللي موجودين بالامارات، يمكن لانه اصلا الامارات مش موجودة شغلة تلبري جوات السيفورا، بس طلعوا $25 ذا بيلو توك. كتير بحب انا هيدي المجموعة، طلعوا قدي حلوين، ما كتير حلوين المينيز بجننوا. Look at this long form $25 حقهم بالأساس value $46. كتير حلوين هيدول الجوسي، كنت مجربهم من تقريبا 15 سنة. سيفورا كولكشن الرموش $5، الرموش حلوين كلياتهم، I think نفس الشيء مش حلوين. لا كنت مفكرة رح يكونوا حلوين، بس هاي طلعوا لا it's too much. يا قلت لو كان شكلهم غير. وأخيرا جيلو بيوتي يلي عملت ضجة كتير كبيرة، صراحة كنت عم بضحك لما بسمع إنه من زيت الزيتون. anyway ما رح نفوت بهدول التفاصيل، يمكن لوقت ما اشتريهم ولا أقدر اشتريهم وأعمل عليهم ريفيو. نفس الموضوع والقصة بليز يلي هيدا $64، it's not bad، عن جد it's not bad، يمكن كلياتهم مينيز. فاللي مجربهم بليز اكتب لنا تحت بالتعليقات بليز بليز بليز. هودا بيوتي كمان نزلوا الكوليكشن الجديد The Summer Collection سواق، اللي هي السكين تينت. هلا كله عم ينزل سكين تينت، البرونزين باودر ولا The Glowish Soft Radiance Bronzing Powder على الفرشاية. I think كانت نزلت شغلة تالتة، I can't recall شو هي. اوكي انا وهودا بيوتي يعني من غير الحمرات، من غير كم قطعة الميني باليتس probably هيدا رح احكي عليه قريبا جدا جدا جدا. لو بتصور البراند رح تعمل لي بلوك apparently. بطلوا يبيعوا لي، انا عندي كمية مشتريات بدي اقسمها لاعمل فيديوهات رهيبة، من بيناتهم الست كلياتهم تبع البراوز ولا الحواجب، ان شاء الله رح احكي عليهم قريبا جدا. ويلا يلا يلا على القصص الحلوة والاشياء الحلوة. Seriously سيفورا بتحسسني بالسعادة. صبايا اللي عم بتقلي عم تشتري كتير، قال له بيحق لي هيك اقعد اسكن يطق بالسيفورا 24/7، ما رح اقول لا ابدا، قد ما بتسعدني هيدي المسألة السعادة العجيبة. رير بيوتي تبع سيلينا غوميز، الأسعار ما قال لي فاتت لما شفتها منها غالية،
يعني مقارنة بالأسواق لحد هالدقيقة بعدني ما جربتها. إيجان اللي مجربها يرفع إيده بالتعليقات وإلنا شو هو رأيه إذا نزعم يعني اشتريها أو لا، أو منا فرزانة، لأنه بيناتنا يعني مثلا هيدي الباليت ما رح اشتريها لأنه كأنه ميك اب تبع الأولاد الصغار. I don't know، هو إحساس فقط لا غير. وباتريك ستار كنت متابعه ولا كنت بشوف قناته باليوتيوب من تقريبا 15 سنة، يعني it seems forever لما كان عنده ما بعرف 50,000 مشترك. oh my god one size هي البراند تبعه by Patrick Star. واو كان عمل collaboration مع الماك من كم سنة. congratulations. عن جد أنا بشرح لشخص مين ما كان لما بيعمل براند لإله it feels really 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 nice. حبيبة قلبي Dior Backstage Line. واو seriously الواو، كل اللي متابعني من زمان بيعرف قدي أنا بحب هيدول الاثنين الكومبو السكراب والمرطب. طبعا الهايلايتر بجنن، الكونتور كمان بجنن. حبيبة قلبي الفونديشن فظيعة، هذه الكونتور. بدي أحكي على منتج قريبا جدا، أنا عندي البادي جلو والبادي برايمر. apparently أنا كنت مغلطة، كان على أساس عندي هاي بس probably كنت جبت غير شيء. وراح أحكي عن الباودر نو باودر قريبا جدا، والجديدة الجلو فيس الباليت الجديدة إن شاء الله من عندهم. نفس الشيء الأور جلاس. واو اللي متابعني بيعرف أدي الستيك فونديشن من أحب فونديشنز إلى قلبي. الفيل برايمر نفس الشيء عندي. الباليت كانت ليميتد إديشن شريطة I think من لندن اللي فيها ستي بتجنن، وراح أحكي عن واحدة من هدول الباليتات كمان قريبا جدا جدا إن شاء الله. للأسف كانت صبية كتبت لي مؤخرا وكثير انقهرت وانصدمت ودخلت على الانترنت لأشوف بيكا كوزمتكس راح تقفل بسبتمبر. it's really sad. it's really really sad. فالصبايا يلي بيحبوا the famous highlighters من عندهم إذا بتحبون كتير 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 فبتكون تشتروا زيادة. و it's sad. it's what to do. هيدا يلي يعني بعد الكورونا والستراجل إلى آخره. it's sad. و the best of luck إن شاء الله لقدام للبراند إذا بكي بترجع تفتح يوم من الأيام. I feel sad. ما بحب هيك يعني مع إحساس اتجاه الناس. ما بحب الناس تنأذى وما بحب الناس تأذي بذات الوقت. الله يحلك وشنا كلياك. بات مجراث لابز يلي شرحت نوعا ما شوي صغير هيك ولا شوي كبير للبراند. مؤخرا عم بستعمل ولا رجعت عم بستعمل الفونديشن تبعهم صراحة كتير حلوة. الباودر انقهرت منها لأنه غالي مقارنة يعني السعر مقارنة بالسعر. وشو كمان المادرشيب باليت لا ما عم بستعملها، بس كباكاجين وكشكل إجمالي it's fun. مش fun، لا 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 شيلوا كلمة fun. it's luxurious يعني هيدا الجولد إلا برجع أقول إلا البرايمر يلي كان هيدا شكله كتير تشيب على الستيكر اللي عم بيطير $45. anyway من الفونديشنز الجديدة إن شاء الله رح أحكي عليها هي تبع الأغماني. عقد منها حلوة عقد منها جميلة وعقد لأنه جربتها مرة واحدة كتير حلوة على إيدي، يعني مش حتى على الوش بس مجرمها على وش شخص وتحمست ليها كتير. إن شاء الله رح أحكي عليها بالقريب. وI think رح أقفل هون. oh my god قبل ما أقفل الأمبيان مينيز. oh my goodness كتير هان $24 للبزيقة. إلا oh my goodness حلوين لأنه الكبار $52. واو كتير شكل حلو بس كسعر لا it's a lot.
هيدول هني باكي ان شاء الله راح ارجع مره ثانيه ونهار ثاني، لانه كنت فكره راح ابرم احدكم معي مثل ما دائما بعملوا في الامارات يعني، ولا بدبي ولا بغير محلات ولا بغير بلدان، بس اخذت وقت اطول مني كنت فكره بالسفوره. وهيدول هني، يا رب يكون عجبكم الفيديو، هيك انبسطتوا وطلعتوا وغيرتوا جو معي، واذا عجبكم ما تنسوا تضغطوا لايك تشتركوا بالقناه. نشوفكم فيديو جديد، ثانكس مليون فور واتشين، باي باي.